العالم بيتغير من حوالينا كل يوم، والتكنولوجيا بتتطور بسرعة خيالية، والفجوة بتزيد وتكبر لحد ما هتبلعنا كلنا. مش عاوزين نفضل نتفرج وبس، لازم نشارك. لذلك فكرنا في إنشاء مجتمع بيضم كل المهتمين بمجالات الكهرباء والإلكترونيات، سواء كنت طالب أو مهندس أو فني، وسميناه رقميات. اخترنا الاسم بعناية، كل حاجة حوالينا بتتغير للرقمنة، أو زي ما بيسموها Digitalization. لذلك اخترنا اسم رقميات ليناسب الحاضر والمستقبل. هدفنا هو أننا ننقل خبراتنا العملية للطلبة، عشان نغطي الفجوة ما بين اللي بيدرسوا الطالب في الكليات والمعاهد وما بين اللي بيشوفوه بعد كده في حياتهم العملية. عايزين أجيال مطلعة على كل ما هو جديد، أجيال بتقدر تاخد قرار في مصيرها المهني، تقدر تدير مستقبلها وتخطط له من بدري، يرسموا طريقهم بأيديهم. في مجتمع رقميات بنقدم خدمات متنوعة زي قناة اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا، واللي بنشارك فيها بشرح البعض النقاط المهمة اللي بتخص الكهرباء والإلكترونيات. مستني إيه؟ لو أنت من المهتمين بمواضيع الكهرباء والإلكترونيات، ادخل واشترك وشارك رأيك وخبرتك وفيد واستفيد.